احتفل أمس الأحد ويليام نون شقيق ضحية حادث مرفأ بيروت جونون بزفافه على الشابة ماريا فارس شقيقة الضحية سحر فارس في حفل جمع عائلتهما وأصدقائهما. وانتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الزفاف ومن السهرة التي تلت حفل الإكليل، حيث تميزت بحضور عدد كبير من النواب والسياسيين. وخلال السهرة فاجأ الفنان زياد برج العروسين بحضوره، حيث غنى لهما أغنية وبطير التي رقصا عليها، كما قدم سلسلة من أجمل أغانيه. وكان ويليام وماريا تمنيا خلال مشاركتهما في أحد البرامج التلفزيونية أن يحيي الفنان زياد برج حفلهما، كما كان له إلا أن حقق لهما هذه الأمنية. وقبل ساعات من دخولهما القفص الذهبي، وجهت ماريا فارس عبر حسابها على إنستغرام رسالة لشقيقتها سحر قالت فيها: من حوالي 3 سنين و3 شهور وعيتي وركضتي وفرحتي وانعجقتي بعرس أختنا. اليوم قلبي عم يوجعني أكتر من كل الأيام عغيابك. أنا بعرف إنك شايفة حاسة ومبسوطة لفرحنا، لو هو ناقص أنت وجو. وأضافت: يا أحلى شبنين سماويين، يا أحلى ملايكة، قدام الله اليوم رح نعدكن نكفي كل المشوار على المرة قبل الحلوة، منحبكن كتير. كما استذكر ويليام شقيقه جونون في رسالة نشرها عبر موقع إنستغرام، كتب فيها: 27 سنة عشناها سوا أنا وياك على الأرض قبل ما يجي مجرمين يقرروا ياخدوك مني. شو كانت أحلامنا حلوة وبسيطة وهنية، وما كان بدنا شيء إلا نضل سوا كتف على كتف. وأكمل: صح اليوم أنا عم حقق حلم من أحلامي ومبسوط رغم كل الشوق وغيابك، بس بيبقى الهدف الأكبر علي وعلى كل إنسان بحب لبنان عدالة وحقيقة ومحاسبة لكل حدا ساهم برحيلكن. كتار بيقروا هالكلمات وبيضحكوا علينا وإنه لوين مفكرين نوصل، بس نحنا خدنا قرار وبدنا نكفي لو شو ما كانت النتيجة. تجو اليوم وكل يوم وصل صوتنا وآلامنا وطننا لرب السماوات. وختم قائلا: حبك يا كبير البيت.